من حضراتكم بحاجة بسيطة. يعني أنا عايز يعني في حاجة حضرتك لازم تبقى فاهمها كويس جدا، ألا وهي إيه؟ حضرتك لو تخيلت معايا إن دي هي دي المنصة، يعني حضرتك لو تخيلت معايا كده دقايق إن النوت باد اللي أنا فاتحه ده المنصة، السعر بيجي يتحرك كده 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 كده، محدش عارفه بقى راح فين وجاي منين، أهو كده 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 كده، تمام تمام حلو. طيب انا لو جيت هنا يعني عند المناطق دي كده، عند المناطق دي اللي هي مناطق القمم والقيعان، وقلت انا عايز اعمل لنفسي هنا، انا عندي دي منطقة انعكاس اهي اهي، تمام عندي دي منطقة انعكاس اهي، وهكذا عندي هنا منطقة انعكاس، عندي هنا منطقة انعكاس، وهكذا عندي هنا منطقة انعكاس، عندي هنا منطقة انعكاس. يبقى أنا لو فرض إن أنا دلوقتي على شرط الويكلي، أنا دلوقتي على الشرط بتاع الويكلي، تمام أهو كده عشان بس أبقى مكملها مع حضرتك أهي، تمام. أنا هنا حضرتك لما أنا يعني إحنا كنا لما كنا بنتكلم عن، يعني أنا عاوز طبعا أنا هبدأ مع حضرتك من جديد في مناطق العمليات، تمام. إيه هي مناطق العمليات؟ مناطق العمليات هي مناطق السعر بيخش فيها يعمل صد رد، بتبقى منطقة عاملة زي القناة السعرية أو زي المستطيل، السعر يخش فيها صد رد وبعد كده يبدأ يقفز أو يعمل جامب ويخرج في أحد الاتجاهين، يا إما يخرج لأعلى يا إما يخرج لأسفل، تمام. فطبعا مثلا هنا في الجزئية دي كده هو خرج هنا كده لأسفل، نزل هنا عمل منطقة، عمل منطقة ليه؟ لأن دي أنت هنا كده مش باين حاجة قدامك، أنت على فريم مثلا هنا الويكي، تمام. طيب تعال ناخد الحته دي كده على الويكلي مثلا، الجزئيه دي كده على الويكلي، تمام. لما نيجي ناخدها ونبص عليها مثلا على فريم الاربع ساعات مثلا، هتلاقي المنطقه دي كده اهو عامله كده، يعني السعر نازل كده اهو، اهو نازل كده ايه، عشان انت بقى على ايه، على فريم اصغر شويه، وبعدين هنا كده اهو، بعدين راح بدأ يطلع. انت خدت المنطقه دي اللي هي محصوره بين الخطين، بين الخطين دول اهي، انت واخدها على فريم مثلا دلوقتي كده 4 ساعات، حلو. المنطقة دي كده تمام، هنا نفس الموضوع، شوف هي هنا كبيرة بقى شوية، لكن هنا انت في عندك هنا اهو كده عندها هي ايه، منطقة عمليات اهي، دخل السعر فيها صد رد صد رد صد رد صد رد، وبعدين خرج. لما كان خارج السعر من هنا، السعر لما كان خارج من هنا كنت حضرتك خلاص متأكد خلاص من على الفريم الأكبر إنه أكيد رايح هنا يلمس المنطقة دي، إنه رايح يلمس المنطقة دي. لو أنت مديت المنطقة دي كده، أنت طبعًا أنت مش عارف اللي جاي، أنت من أول هنا كده أنت مش عارف، يعني حضرتك أنت من أول هنا كده أهو أنت مش عارف حاجة. إحنا قلنا إن مناطق العمليات هي مناطق السعر بيتحرك منها ويروح لها تاني، بمعنى إن السعر لما كان خارج من هنا، تمام، أنا ما كنتش عارف هو رايح فين، تمام، لا كنت عارف إنه رايح يقابل الحتة دي، يقابل المنطقة دي، أنا كنت عارف إن السعر خارج بنسبة 90% يقابل المنطقة دي، تمام. وفعلا السعر لما نزل دخل جوه المنطقة واخترقها وعمل منطقة جديدة. لما كان طالع السعر من هنا كنت أنا متوقع بنسبة 90% إنه رايح يقابل المنطقة اللي هو جاي منها دي، السعر طلع وزود وكسرها وعدى وعمل منطقة هنا جديدة. لما كان راجع السعر كده من هنا أنا كنت متوقع إنه نازل يقابل المنطقة دي بنسبة 90%، نازل بس ما وصلش لحد، ما وصلهاش وعمل منطقة تانية. من أول ما عمل منطقة تانية وبدأ يرجع منها كده أنا كنت أنا كسبان بقى لحد هنا، قفلت أنا على إيه؟ على 40% من أرباحي. هتكلم مع حضرتك بالتفصيل في الموضوع، تمام. يعني أنا ابتديت كده بس الأول إيه، حاجة نسخن بيها كده مع بعض بحيث إن إحنا نبدأ نركز، يعني أستأذن حضراتكم إن أنتوا تركزوا معايا دقايق، لو الكلام بدأ يعجب حضرتك تابع الفيديو معايا بتركيز، تمام، عشان الموضوع طويل شوية. بمعنى أنا هتكلم إن شاء الله، المفاجأة اللي أنا كنت محضرها لحضراتكم هي شرح طريقة مناطق العملية. الطريقة دي طبعا أنا عملت فيها دراسة طويلة، وصلت فيها نتائج قوية والحمد لله تكاد تكون لا تصدق. طبعا وانا قلت لحضراتكم ان في كتير من الساده الاصدقاء، طبعا حضراتكم اصدقائي الاعزاء، طلبوا مني ان انا اشرح الطريقه، فانا طبعا قررت ان شاء الله ان انا هشرحها من اول وجديد
في 3 فيديوهات. ده الفيديو الاول ان شاء الله اللي انا مسميه تحديد مناطق العمليات. تحديد مناطق العمليات اللي هي فكرتها ببساطه زي ما احنا قلنا كده، ان هي منطقه العمليات هي منطقه السعر بيوصل لها يعمل فيها صد رد، وبعدين يا اما يغير اتجاهه، يعني مثلا هنا هنا، يا اما يغير هو، يا اما يغير اتجاهه من المنطقه دي ويروح هنا، يا اما يكمل. يا اما انت ما تعرفش، يعني هو ممكن يخش يعمل كده اهو، بص اهو، ممكن كان ممكن يخش يعمل كده 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 ويروح طالع كده، تمام. يبقى هو في منطقه عمليات هنا، تمام، قدامه حاجه من الاثنين. منطقه العمليات يا اما بتخليه يكمل صعود لو كان صاعد يكمل صعود، او بتخليه لو كان هابط يكمل هبوط، او بتخليه من صاعد لهابط، او بتخليه من هابط لصاعد، تمام. كل دي مناطق بالنسبه لي اسمها مناطق عمليات. وقلت لحضراتكم ان القاعده عندي الهندسيه بتقول ان السعر لما بيخرج من منطقه عمليات بنسبه 90% بيكون رايح للمنطقه اللي هو جاي منها. بمعنى هو لما كان خارج من هنا انا كنت متوقع بنسبه 90% زي ما قلت لحضرتك انه جاي للمنطقه دي. يبقى احنا كده ان شاء الله الفيديو ده هنكمله على تحديد مناطق العمليات، تمام. الفيديو التاني ان شاء الله هيكون عن طريقه الدخول ووضع الاهداف والاستوبات، ان شاء الله ده هيكون الفيديو القادم باذن الله. واخر فيديو ان شاء الله هيكون تحسين الاداء واداره راس المال في طريقه، يعني هيكون تحسين الاداء وازاي تقدر تدير المحفظه بتاعتك في الطريقه بحيث ان هي ان شاء الله تبقى مربحه معاك ان شاء الله باذن الله. بعد ما اخلص السلسله باذن الله دعمكم فقط، دعمكم فقط اللي هيخليني ابدا اعلن عن حساب حقيقي ان شاء الله هيتم العمل عليه، تمام، بقيمه $1000 ان شاء الله هنشتغل عليه لايف مع بعض، هيتفتح لحضراتكم للمشاهده والمتابعه. هنشتغل عليه بطريقتين باذن الله، طريقة المناطق العمليات طبعا مع طريقة الكسر الكاذب مع الاستوكاستيك اللي انا طبعا اتكلمت عنها باستفاضة في فيديو سابق بعنوان فوركس المهندس مصطفى عافية يتحدى صانع السوق ويحقق 100%. فحضرتك طبعا ان شاء الله لازم ترجع طبعا تتفرج على الفيديو ده كويس، لان انا لما هاجي اشتغل باذن الله وادخل صفقات هدخل باذن الله بناء على الطريقتين اللي هي الطريقة اللي انا هتكلم عنها في الـ3 فيديوهات القادمين، اللي هو الفيديو ده والفيديوهين القادمين والمدموجة مع الطريقة اللي أنا كنت شرحتها قبل كده، تحدي صانع السوق وتحقيق 100% اللي هي كانت طريقة الدخول بالكسر الكاذب مع الاستوكاستيك، تمام. طيب طبعا أنا عايز حضرتك تبقى متخيل كده بقى المنظر ده معايا، هو ده اللي أنت هتشوفه على أي فريم، على أي منصة، ده اللي أنت هتشوفه على أي زوج، ده اللي أنت هتشوفه على أي عملة، ده اللي أنت هتشوفه على أي سلعة، على أي مؤشر، على أي سهم. ما فيش حضرتك مش هتشوف حاجه غير كده، مناطق عمليات السعر بيطلع منها ويروح يقابلها تاني او يزود عنها او ما يوصلهاش ويرجع يكمل وهكذا. كل الكلام ده هنتابعه مع بعض النهارده في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله ببساطه وبسهوله. انا طبعا النهارده يعني كنت محضر طبعا مع حضراتكم ان انا ان شاء الله باذن الله هشتغل على زوج الدولار فرنك. فانا عشان ابدا اشتغل بطريقه مناطق العمليات طبعا لازم بخش احدد حاجه اسمها الدعوم والمقاومات. طبعا هنا انا على فريم الويكلي، انا مش عايز حضرتك تتخض من المنظر اللي موجود قدامك ده، منظر سهل جدا عباره عن مستطيلات وخطوط انا راسمها بتمثل دعوم ومقاومات. فانت انا هنا مثلا حضرتك، يعني انا لو عايز بس حضرتك تركز معايا هنا كده دقيقه واحده، انت السعر انا ما اعرفش كل اللي جاي ده، من اول المربع المستطيل الاسود ده انا مش عارف اي حاجه ده من اللي جاي. انا هنا دلوقتي في المنطقه دي السعر جه هنا انعكس، انا معرفش بقى هو جاي منين، هو انا السعر قدامه اهو دلوقتي في المنطقه دي كده، لو حضرتك مركز معايا في المنطقه دي اهي، تمام. جه هنا وصل من وصل للمنطقه دي اهو، جه هنا وصل للمنطقه دي انعكس منها، وصل للمنطقه دي انعكس منها، وصل للمنطقه دي انعكس منها، وصل للمنطقه دي انعكس منها. بعد مجموعه الانعكاسات اللي حصلت قدامي قدرت احدد لنفسي منطقه مقاومه ومنطقه دعم، حطيت خط احمر للمقاومه وخط ازرق للدعم، تمام تمام. دي كده بالنسبة لي منطقة عمليات، دي كده بالنسبة لي منطقة عمليات، بس أنا ما استفدتش منها، يعني هي أنا جبت كده بس، أنا إيه عايز أشوف أنا فين، أنا في بحر، أنا دلوقتي في بحر عايز أعمل لي مرسى، يعني عاوز أحط رجلي على حاجة أبدأ أشتغل منها، تمام. شوية وراح خارج هنا المرة دي منعكس وراح مكمل لفوق وراح راجع تاني لامسها وراح راجع تاني داخل جوه نفس المنطقة أهي، تمام، اللي هي مرسومه بين الخطين دي، وراح دخل تاني جواها وراح خارج تاني وصل برضو ايه للمنطقه دي وراح طالع بقى عامل ايه قفزه، عامل جامب حلو، انا برضو تقلان عليه. انا انت هنا بتتكلم عن ايه حضرتك دلوقتي، احنا بنتكلم في الماضي في سنه 96، يعني احنا بنتكلم في سنه 96 95، تمام.
انا طبعا انا هعمل كل الكلام ده عشان اشتغل النهارده، يعني انا عايز حضرتك تركز معايا، انا هعمل كل الهيستوري ده عشان اشتغل النهارده واتداول النهارده اللي هو 5/4/2018. انا بكلم حضراتكم الساعه 3 و10 دقائق فجرا بتوقيت المملكه العربيه السعوديه. فطبعا احنا بنحضر دلوقتي عشان نعرف احنا هنشتغل ازاي، يعني هنخش في السعر هنا اهو، السعر هنا اهو يا فندم، السعر هنا تمام. انسى بقى كل الكلام ده، احنا مش عارفين كل اللي جاي ده، اللي كل اللي جوه المحيط الاسود ده احنا مش عارفين هو فين تمام ولا هيعمل ايه. حلو، طيب خرج هنا السعر وطلع لفوق، اول لما طلع لفوق وصل للمنطقه دي وانعكس، وراح جاي هنا وانعكس، وراح طالع للمنطقه دي وانعكس، وراح جاي هنا وانعكس، وراح طالع للمنطقه دي وانعكس، وراح جاي هنا وانعكس، وراح جاي للمنطقه دي وانعكس، وراح جاي للمنطقه دي انعكس سنه وكمل. حلو، حلو. اول ما عمل لي كده المجموعه دي كده من الانعكاسات، حطيت انا على طول الخط الاحمر بتاعي ماشي كمنطقه مقاومه ومنطقه دعم، حطيت منطقه مقاومه ومنطقه دعم. انا المفروض من هنا اول ما هو وصل هنا كده تمام، انا بفكر في ايه؟ في البيع، انا بفكر في البيع تمام. بعت لما وصلت هنا ماشي وكسبت الاوردر بتاعي، بدات افكر في الشراء، بس هو خرج قفز. لما خرج بقى هنا هو السعر، لما خرج هنا تمام، انا هكشف بقى شويه شويه، يعني انا هكشف بقى شويه شويه عشان ما نتلخبطش تمام. تمام، انا عايز حضرتك دلوقتي مركز معايا في المنطقه دي بس، في المنطقه دي بس، كل المنطقه اللي بالمحيط الاسود دي مالكش، ما يعني ما تبص لهاش، احنا مش عارفين هي ايه تمام. يبقى انا قلت انا لما جالي هنا السعر تاني ولمس لتالت مره لمس الخط ده، على طول فكرت في البيع تمام. ليه؟ عندي هنا منطقه مقاومه وعندي هنا منطقه دعم، ولما فكرت في البيع ودخلت الحمد لله كسبت ووصلت. لما وصلت هنا كنت بفكر في الشراء، صد رد بقى تمام، بس هو خرج ما انعكسليش جوه، يعني هنا انا لما وصل هنا وداني شمع انعكاسان، عندي الشموع السوداء هابطه والشموع البيضاء. انا طبعا مصغر الشرط على الاخر عشان انا ما بعرفش اشتغل غير كده، يعني انا مصغر الشرط على الاخر وما يهمنيش لون الشموع، انا يهمني شكلها كده، ما يهمنيش لونها هي طالعه ولا نازله تمام. المهم هو لما ينزل، لما نزل هنا كده للمنطقه دي كده تمام، ما انعكس، ما ادانيش علامه انعكاس، فانا ما دخلتش. ليه؟ داخل هو رايح يلمس هنا، يبقى انا كنت متوقع، كنت ما انا اشوف بقى، انا عندي هنا هيستوري اهو، انا عندي في منطقه هنا اهي، يعني انا عندي هنا في منطقه تمام. فلما هو دخل وخرج وكان خارج من هنا، انا دايما كنت بخش في فرص البيع. ليه؟ لان ادي منطقه وادي منطقه، واضحين قدامه التاريخ، يعني الزمن لسه بيكتب نفسه، انا ما بداتش اشتغل غير من هنا، كل ده انا ما اشتغلتش، انا ما بداتش اشتغل غير من هنا. ليه؟ باصبح عندي منطقه قمه، منطقه انعكاس، وفي منطقه انعكاس قديمه جه منها من تحت طالع منها لفوق، يبقى هو جاي من المنطقه دي رايح يلمس دي على طول. يبقى انا وهو شغال صد رد هنا، انا في البيع بدخل بقوه تمام، في الشراء لاني عارف انه في مره من المرات هيروح خادمني ونكمل بقى، هيروح خادمني ونكمل تمام. فانا اجي من هنا لما اجي افتح ممكن افتح اوردرين، اوردر لحد هنا واوردر اسيبه بسنت لحد هنا، لحد المنطقه اللي هو وصل لها لمسها دي تمام. تمام، لكن في الشراء كنت دايما افكر كذا مره في الشراء تمام، لان احتمالاته الكبيره دايما ينزل هنا، احتمالاته الكبيره دايما ينزل هنا تمام. المهم لما رجع تاني ودخل جوه هنا اشتريت انا، وصلني لحد هنا وكسبت. لما خرج بره كده وانعكس تاني بعت انا، وصلني شويه، ولما انعكس قفلت على ارباح تمام. وهعلمك الطريقه ده اسمه ده هعلمه لك في الفيديو الثالث اللي هو تحسين الاداء، انك ازاي تخش بطريقه تخليك دايما خارج اضعف الايمان، فير يعني، ولا 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 خساره ولا مكسب، اضعف الايمان، لكن ان انت تخسر منها ان شاء الله باذن الله هتبقى حاجه شبه مستحيله. بس حضرتك لو سمحت تركز معايا تمام. وصل لي هنا لما بدأ يخش كده وينعكس، بعت مشي بيا شويه لما بدأ يرجع. طبعا انا بكلم حضرتك على فريم اسبوعي، انت اللي انا بتكلم فيه ده، يعني ده هنا كده من هنا، يعني ده كده من الخط، بلاش من الخط الازرق، خلينا من فوق عشان احنا دايما بنتأكد من الانعكاس. فاحنا جوه حته هنا كده اهي، انت بتتكلم عن 800 نقطه، 850 نقطه، يعني الشمعه هنا قصه، يعني الشمعه هنا ثروه، يعني الشمعه هنا ثروه اللي انت مصغرها قوي على الاخر دي ثروه طويله تمام. حلو، انا دلوقتي بكلم حضرتك بقى عن متاجر سوينج، متاجر سوينج، لكن انت في النهايه زي ما انا حضرتك هتشوف معايا دلوقتي ان الطريقه واحده على كل الفريمات، ان الطريقه واحده على كل الفريمات تمام. طب ممكن نكمل مع بعض. حلو، طيب دخل بيا السعر هنا تمام، نزل تمام كسبني تمام، طلع زي ما قلت لحضرتك، دخل اول ما وصل هنا اشتريت، دخل هنا انا اشتريت، طلع كسبني، وصل هنا دخل قفل، بعت كسبني شويه، بدا يرجع قفلت على ارباح، وصل هنا بعت تاني كسبني اهو، جه يرجع قفلت، وصل هنا بعت انا
راح ضاحك عليا في المره دي بقى، وراح طالع هو لفوق. انا بقى كسبت كام مره دلوقتي تمام، وخسرت كام مره؟ هو ده السؤال بقى اللي انا سايبه لحضرتك. انا ابتديت اشتغل من هنا، بعت كسبت، اشتريت كسبت، بعت كسبت، اشتريت لما لف ودخل كده، اشتريت كسبت، بعت كسبت شويه. هنا انا ما اشتريتش لان ما وصلليش لهنا، لما جالي هنا بعت تاني راح جابني لهنا، لما جاني هنا بعت تاني راح قالش بقى وراح طالع مخسرني، ضرب لي ستوب. الستوب ايه؟ نص المسافه، نص المنطقه دي كده، منطقه دي كده، منطقه متحدده قدام حضرتك اهي، دي كده منطقه تمام. حلو الكلام. طيب يبقى هو كده انت بتتكلم، احنا انا عايز حضرتك تركز معايا ان احنا دلوقتي على الفريم الاسبوعي. حلو، هوصل معاك لحد النهارده اهو دلوقتي ان شاء الله، عشان انقلك بقى على مفاجاه خطيره هتشوفها بعينيك ان شاء الله وتسمعها بودانك، والشرط موجود، اي حد من حضراتكم يقدر يفتحه ويشوف الكلام ده. احنا يعني اهو احنا انا بتكلم بتاريخ 5/4/2016 بتوقيت الساعه 3:17 دقيقه فجرا بتوقيت المملكه العربيه السعوديه تمام. حلو، يبقى دخل اول ما السعر خرج كده خسرني صفقه وعدى نص المسافه اللي انا حاطط ستوب بتاعي على نص المسافه اللي هي نص المنطقه حاططها، يبقى الهدف بتاعي هو تقريبا هو المنطقه كلها دايما، والستوب بتاعي بيكون نص المنطقه، نص مسافه عرض المنطقه تمام. حلو، حلو الكلام. طيب طلع هنا وراح داخل، طلع هنا وانعكس، وجه هنا وانعكس، انا مش شغال لسه، انا خسرت اخر صفقه خسرتها وقاعد مستنيه، طلع هنا وانعكس، نزل هنا وانعكس، طلع هنا وانعكس ورجع تاني، رحت على طول راسم له ايه؟ الخطين ومادد، راسم له الخطين ومادد، انا مش عارف اللي جاي، انا راسم له الخطين ومادد ومش عارف اللي جاي. حلو. طيب اول لما رجع ودخل لي هنا بعت كسبت، اول لما جالي هنا ودخل اشتريت كسبت، اول لما لف هنا ودخل انا بعت وكسبت، وانا كل ده في دماغي ان في مره، ان في مره هتوصلني للمنطقه اللي هو جاي منها قدام حضرتك اهي باللون اللي شبه البني اهي تمام. يبقى انا وانا شغال هنا من بعد ما بدات اشتغل اداني مجموعه الانعكاسات اللي قدام حضرتك دي، وحددت منطقه دعم ومنطقه مقاومه، وعملت مارك كده منطقه مديتها كده اهو، انا مش عارف اللي جاي بقى، كان فاضي كل ده فانا مديتها كده. حلو، حلو. فزي ما قلت لحضرتك راح جاي من هنا، اول ما جه من هنا ودخل بعت حضرتك كسبت، انت مش قلقان من البيع لان انت متوقع ان القفزه لتحت. حلو، وصل هنا وانعكس ودخل حضرتك اشتريت كسبت، وصل هنا ولف ودخل وانعكس حضرتك بعت كسبت، دخل هنا وانعكس ودخل حضرتك اشتريت كسبت، او لو هو بدا او لو هو بدا ينعكس قبل الهدف حضرتك قفلت على ارباح. لما وصل هنا، لما وصل هنا حضرتك ما اشتريتش لانه لسه ما دخلش ودى انعكاس، حتى لو دخل ودى انعكاس وحضرتك اشتريت، وحضرتك اشتريت تمام، لكن انت في عندك اوردر اصلا مفتوح لسه بسنت، انت دايما كنت بتفتحه من هنا تمام، عشان انت عارف ان ده هيوصل لحد هنا، لازم يخش للمنطقه دي على الاقل يلمسها. وشوف هو كل مره حتى كان ينزل يحاول يلمسها، شوف كل مره كان ينزل يحاول يلمسها، راح نزل لمسها. حلو، دخل في المنطقه دي تاني، اول ما دخل لي كده من هنا وخسرني واحده، انا كنت عايز اشتري، انا كنت بايع وكسبت، ولما دخل وداني الشمعة الانعكاسية دي صاعدة بيضة اهي في النص وبدأ ينعكس تاني تمام، خسرني، راح مخسرني، ورحت انا اول ما دخل هنا رحت فاتح معاه بيع كسبت، وصل هنا انعكس فتحت شراء كسبت، وصل هنا انعكس فتحت بيع كسبت تمام. انا هنا كنت متوقع انه طالع لفوق، انا هنا كنت متوقع ان القفزة لفوق تمام، دي كده مرة من العشرة اللي بيقلشوا معاك. ليه؟ لان هو هنا لما دخل انا وصل لي هنا وكسبني البيع فاشتريت على طول، لان انا عايز اشتري بقوه، لان في دماغي اني طالع، انه طالع كده. انا دلوقتي انا شايف الشرط كده، ما تيجي من هنا تطلع هنا يبقى ترجع هنا، تطلع هنا يبقى ترجع هنا، تغير وتشتغل هنا يبقى تطلع تاني هنا، تطلع كده وتشتغل هنا يبقى تنزل لي تاني هنا، تشتغل كده يعني انت جاي من منطقه ترجع تاني تلمسها وبعدين روح اي منطقه تانيه، او لو دخلتها يبقى انت داخل تشتغل فيها تاني نفس المنطقة، منطقة العمليات. حلو. طيب قلش مني وخرج هنا، خرج هنا انا ما اشتغلتش لسه تمام، انا ما اشتغلتش يعني، هو خرج كده وجه هنا وانعكس، جه هنا وانعكس، بص شغال على خط قديم، شغال على منطقة دعم اصبحت مقاومة، يبقى انا هنا عندي في خط اهو تمام، دخل هنا وانعكس، دخل هنا وانعكس تمام، اهو انعكس، جه هنا وانعكس، جه هنا وانعكس، وراح دخل، لسه مش مديني فرصة برضه، مش مديني فرصة القطر تمام. المهم وصل هنا انعكس، وصل هنا انعكس، وصل هنا انعكس، وصل هنا انعكس، دخل في المنطقة دي انعكس اهو، دخل هنا انعكس، دخل هنا انعكس، دخل هنا انعكس، انعكس 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 انعكس، رحت راسم له منطقة تمام.
انت لما اول لما رسمت له المنطقه دي، انت المنطقه دي اصلا كانت موجوده عندك، لانك لو جيت مديت ده كده اهو، دي منطقه، دي كانت منطقه اهي جايه من ورا من بعيد، هوريها لحضرتك دلوقتي. فانت كنت عارف ان المره دي لما خدعك ونزل كده، انت كنت عارف انه رايح داخل يلمس المنطقه دي. فاوريدي اول ما بدا يخش هنا ويقفل وينعكس، بدات حضرتك تبيع، دخل بيك شويه كسبك حبه وقفلت على ارباح، رجع لك تاني هنا حضرتك بعت تاني، راح داخل مكسبك الشويه دول. انت كده انت لحد دلوقتي حضرتك لسه مش عارف ترسم، تمام؟ انت الخط ده عندك مرسوم جاهز، تمام؟ والخط ده لسه اهو عمل لك مره انعكاس هنا ومره انعكاس هنا، تمام؟ حلو. راح نازل هنا، اول ما نزل هنا للمنطقه دي كده، وراح طالع هنا انعكس، وراح طالع هنا انعكس، تمام؟ حضرتك رحت جيت عامل له ايه؟ انا معلش عايز بقى اعدل، يعني هي نفس المنطقه، المنطقه ما بتعملش اوفرلاب، يعني هي نفس المنطقه اهي اهي، تقريبا هي نفس المنطقه اللي الممتده دي جايه من هناك اهي اهي، تمام؟ اهو حلو. يبقى هو اول لما نزل لي كده من هنا، اول لما نزل كده من هنا ودخل جوه المنطقه دي، انا كنت عارف بقى انه ايه، خلاص للبيع بقى، خلاص اهو دخل في منطقه العمليات، بعت كسبت، اشتريت كسبت، بعت وصل هنا اهو، بعت كسبت، وصل هنا اشتريت، راح ضحك عليا ونزل تحت، راح ضحك عليا ونزل تحت، خسرني واحده، ما فيش مشكله. نزل لي هنا انعكس، بدا يشتغل على الطريق، على منطقه مقاومه، على منطقة دعم، أصبحت منطقة مقاومة، وراح دخل عليها وانعكس، وصل هنا وانعكس، راح عليها وانعكس، وصل هنا وانعكس، تمام؟ وراح نازل هنا وانعكس، وراح بدأ أهو قلب بقى، قلب مناطق، تمام؟ أنا لحد دلوقتي لسه مش شغال، أنا خسران معاه آخر واحدة، أنا دخلت من هنا شيرة، وراح هو إيه؟ نازل بيا على تحت. حلو. حلو أوي. أنت حضرتك لو ركزت معايا، حتى الواحدة اللي أنت بتخسرها بيخسرها لك دي، لو ركزت معايا دلوقتي مش هتخسرها، بس لو سمحت طول بالك معايا شوية، تمام؟ حلو. المهم دخل هنا اهو، اول ما دخل هنا كده وجه هنا وانعكس، وجه هنا وانعكس، وجه هنا وانعكس، وجه هنا وانعكس، وجه هنا كده اهو، وراح راجع كده ودخل لي هنا، اشتريت كسبت، رجع هنا تاني اشتريت تاني كسبت، رجع هنا كده اشتريت تاني كسبت، وانا متوقع الشراء، انا متوقع دايما داخل في الشراء بقوه. ليه؟ لانه عاوز يطلع يلمس دي، هو دايما عاوز يطلع يلمس دي، هو جاي من دي دلوقتي اهو، طلع عمل هنا شغل ونزل اهو، عامل هنا شغل، يبقى هو عاوز يطلع لدي. انا تركيزي، انا تفكيري كده، انا ما اعرفش اللي جاي. فهو راح اول لما جالي هنا ودخل اشتريت، اشتريت، تمام، وصلني هنا اهو شويه وكسبني شويه ونزل، نزل لي تاني اشتريت كسبت، نزل لي تاني اشتريت كسبت، نزل لي تاني اشتريت، ما ضرب لي ستوبال، خلاص انا مش زعلان، انا مش زعلان، بص انا بكسب قد ايه، انا مش زعلان. حلو. يبقى انا هنا لما يوصل لي السعر كده هنا كده اهو، ودخل عدى منطقة النص، نص المنطقة دي ومشي كده، أنا مش لاقي حاجة بقى، ده أنت رايح في الهوا، أنت كده رايح في الهوا، أنا مش عارف أنت فين. يبقى أنا لازم أستناك لحد ما تعمل لي صد رد، أنت نازل تعمل منطقة جديدة، أنت نازل تعمل منطقة جديدة. وصل هنا وانعكس، وصل وانعكس، دخل هنا وانعكس، طلع شوية وانعكس، طلع هنا وانعكس، طلع بره هنا ونزل للنص المنطقة وانعكس، دخل، أنا كل ده لسه مش شغال، وصل هنا وانعكس، دخل هنا وانعكس، وصل هنا وانعكس، وصل هنا اهو وانعكس. اول ما عمل لي المنطقه الانعكاس دي، بقى عندي منطقه دعم تحولت لمقاومه، وبقى عندي منطقه دعم، يعني عندي خطين، بقى عندي منطقه جديده، خلاص. حلو. يبقى انا لما وصل هو هنا، انا عايز ابيع، بس مش بتقلي، بتقلي يبقى لفوق، بتقلي لفوق، لان متوقع الصعود دايما لفوق. بص هو دايما لما يجي عاوز يطلع يلمس فوق، يرجع هنا عاوز يطلع يلمس فوق، يطلع هنا عاوز ينزل هنا عاوز يطلع يلمس فوق. حلو. يبقى هو لما جالي هنا، تمام، انا عاوز اشتري، انا عاوز ابيع. هو لما جالي هنا في المنطقه دي، انا عايز ابيع، هو طلع شويه وانعكس، واول ما دخل جوه وقفل، رحت انا بايع كسبت، تمام. وصل لي هنا اشتريت بتقلي، يعني هو عاوز يطلع، عندما التفكير ان هو عاوز يطلع هنا، تمام، خسرت، راح نازل ضارب لي يعني ضارب لي الستوب، وراح بدا ينزل لتحت، تمام. انا مستني برضو يديني ايه، صد رد. هو نزل هنا انعكس، نزل هنا انعكس، نزل هنا انعكس، حول منطقه دعم حولها المقاومه. حلو، تمام. وراح ماشي اهو، نزل هنا كده ودخل، انا لسه برضو مش عارف اشتغل، دخل هنا وانعكس، دخل هنا، دخل هنا، دخل هنا وانعكس، دخل هنا وانعكس، بدا ياكد لي منطقه دعم قويه، ومنطقه دعم تحولت لمقاومه، بدا ياكدها لي من اول هنا. يبقى اول ما دخل هنا وانعكس وطلع اهو على المنطقه دي اهو، بعت انا كسبت،
بعت انا كسبت انا، بس مش بتقلي، انا بتقلي في الشراء، انا بتقلي في الشراء نزل، يعني انا بعت كسبت وزياده، كسبت والهدف وزياده تمام. لما جالي هنا ودخل تاني اشتريت بتقلي بقى، لانه عارف انه عاوز يطلع، هو يخش جوه الحته دي، بص كله بيطلع يخش، ما هي دي لازقه فيها شويه، هنا الجنب ما كانتش طويله، فالمنطقتين لازقين يعني متداخلين سنه مع بعض، هما ما ينفعش، هما ممكن يبقوا لامسين بعض لكن ما ينفعش يتداخلوا مع بعض، لان هو دايما الفاصل بين بين منطقه بتتحول من منطقه دعم لمنطقه مقاومه هو خط تمام، لكن من منطقه من خط الدعم لخط المقاومه دي منطقه، فما ينفعش بقى تقول لي ان في منطقتين دخلوا في بعض تمام. بمعنى ان هو لما دخل وانا قدرت ارسم المنطقه دي كده اهو، رسمت انا المنطقه دي كده من اول هنا، ولما لف السعر لما دخل اهو نقطه اتنين تلاته، وادي هنا نقطه اتنين تلاته اربعه، يعني مجموعه نقط قويه خلتني ارسم دعم ومقاومه. لما جالي هنا اشتريت بقوه، طلع شويه كسبني شويه ورجعت، عارف شفت انت السنه الصغيره اللي بعدها دي، اول لما جالي هنا اشتريت تاني، ما انا بقى انا بطمع في الشراء دايما في الوضع ده كده، لاني طالع دايما هنا، طالع المس هنا دايما. حلو، طلعت هنا اشتريت، نزل بيا شويه قفلت على ارباح، وصل لي هنا تاني اشتريت تاني، طلع بيا شويه وقفلت على ارباح، نزل بيا هنا تاني اشتريت، طلع بيا شويه وقفلت على ارباح، نزل بيا هنا تاني اشتريت، تمام؟ لسه ما ضربليش اهو تقريبا، يعني تقريبا لسه ما ضربليش، تمام؟ أو مش مشكله يا سيدي، خدها بروح رياضيه، ماشي، انت طالع واكل نازل واكل، دخل لي هنا تاني اشتريت بقوه، كسبت، نزل لي هنا يعني نزلت، انا ممكن من هنا بيع، بس انا دايما مرجح ان الانفراجه الاعلى، ان الانفراجه لاعلى، ليه؟ بقى لنا كتير ما بنرجعش نزور مناطق، شوف يعني نازلين على السلم اهو، نازلين على السلم، ادي واحده، الدرجه درجه درجه درجه، عايزين نطلع بقى، ما انت مش هتفضل نازل كده على طول، لا ما توهمنيش، انت تنزل وتطلع، انت جاي من منطقه كبيره هوريها لحضرتك دلوقتي، ودخلت منطقة كبيرة هتشوفها حضرتك دلوقتي تمام، وهتروح تلمس تاني نفس المنطقة الكبيرة دي، هي دي سنة الحياة بتاعتك، هي دي الديناميكية بتاعتك تمام. حلو الكلام. طيب دخلت هنا كسبت، لما جالي هنا يا سيدي بعت، دخلت لما بعت كسبت، لما جالي هنا اشتريت، لف بيا شويه ما ضربش اهو ستوب، ودخلت، او حتى لو ضرب ماشي مش مشكله، اما وصلت هو اصلا انا بقى هنا ما بقى مش ما فيش ستوب، لان انا كل ما هو بينزل لي هنا انا بشتري بقوه، انا هنا كل ما بيش انا مثلا لو اشتريت من هنا بنص لوت مثلا ونزل لي هو الناس ده دي، اشتري بالنص التاني بقى، وابقى طالع من غير اي انعكاس، وابقى طالع بدون اي انعكاس، طلع كسبني، بعت كسبت، اشتريت كسبت، ماشي، بعت مشاني شويه وقفلت على ارباح، دخل لي هنا بعت مشاني شويه وقفلت على ارباح، جالي هنا بعت مشاني شويه وقفلت على ارباح، انا كل ده ما بشتريش لسه لانه ما بيجيليش تحت، انا اشتري من تحت من هنا، من نص هنا انا ما بشتغلش، انا اشتغل من هنا واشتغل من هنا، انا اشتغل من هنا من منطق من خط الدعم لخط المقاومه، افتح اوردراتي. حلو، انا بكلمك على فيم الويكلي، ركز معايا لو سمحت. حلو، اصلي هنا بعت، لف عليا شويه هو ما كسرش، ما وصلناش يعني نص المسافه، دخلت كسبت، وصلي هنا اشتريت، راح طلع كسبني شويه ورجع، اشتريت تاني طلع كسبني شويه ورجع، يبقى انا بعمل ايه دلوقتي حضراتكم؟ انا هنا المفروض طبعا لما وصلني هنا انا كنت بشتري، المفروض بشتري ما فيهاش كلام، هو لما وصل لي هنا للخط الازرق انا المفروض داخل بشتري ما فيهاش كلام، هو طالع هنا، والله اعلم بقى يمكن يطلع هنا وبعدين، ما انا عارف ان الانفراجه لفوق، انا عارف اصلا ان الانفراجه هتيجي لفوق تمام، ف لو جت حاجه لتحت تكون خبر وترجع لي على طول زي كده اهو، لو جت حاجه لتحت كده تكون خبر ويرجع على طول، لان انت ماشي على السلم فما تنطش، فما تركبليش الاسانسير، تركب الاسانسير تبقى كذاب، يبقى انت هنا قدرك انت طالع للمنطقه دي وبعدين تطلع تعمل كده، ما انت تخش عايز تشبع من هنا شويه وتلمس هنا شويه اهو، هتطلع تعمل كده تمام، وتروح طالع تعمل كده، وتروح طالع تعمل كده لحد ما توصل للمنطقه دي، ان شاء الله تلمسها الصغيره دي، ان شاء الله تلمسها. حلو حلو. طيب انا عايز اوري حضرتك بقى الفريم المنصري، بس مش عايز حضرتك تتخض، بس مش عايز حضرتك تتخض، واحده واحده تمام. طبعا انا هنا يعني زي ما قلت لحضرتك، الشمعه البيضاء شمعه صاعده، الشمعه السوداء شمعه هابطه تمام. دخل السعر هنا، بص من سنه كام حضرتك، انا راجع اذاكر من سنه 73، كل هيستوري تديهولي المنصه لازم استفيد منه، لازم استفيد منه، وهشيل بقى انا المربع الاسود ده خلاص عشان ما يبرجلناش، احنا قلنا كل اللي جواه خلاص وفاهمين وعارفين السعر خلاص راح فين وجه منين تمام. حلو، السعر كان جاي من هنا سيادتك، نزل انعكس، وصل هنا انعكس، وصل هنا انعكس، وصل هنا اخترق،
بعد ما عمل لي منطقة دعم، يعني بعد ما عمل لي منطقة دعم تمام، اخترقها تمام، فأصبحت مقاومة. وصل هنا انعكس، وصل هنا انعكس، وصل هنا انعكس، طلع شوية رجع انعكس، طلع شوية، أصبح عندي هنا يا فندم خطين. آدي خط صغير أهو، ما تبصش ما تبصش للي ورا ده، خليك بس، ما احنا لسه في الحتة دي أهو، احنا لسه بنذاكر عشان نشتغل، عشان نخش نشتغل تمام. على فريم المنصري، الناس بقى اللي بتحب بقى يخش كده اوردر بسنت كده، يسيبه شهر ولا شهرين يصبر عليه تمام، يلاقي نفسه ايه، مضاعف 4 مرات تمام. اسمع اسمع معايا حضرتك كده، واحده واحده وركز تمام. يبقى انت هنا ايه، هو دخلت انت رسمت خطين صغيرين، ورحت عامل ماركر كده، منطقه كده بالمستطيل ده اهو كده، ورحت مديدها قوي كده، انت لسه مش عارف ايه اللي جاي، انت لسه فراغ، ده كل ده بالنسبه لك اللي ورا ده فراغ، مش عارف انت لسه. حلو حلو خلاص. يبقى انت طالما رسمت الخطين دول حلو، والسعر طالع هنا، فانت مستني يجي هنا عشان تبيع، او يجي هنا عشان تشتري. فلما جه هنا جيت تشتري، حضرتك راح ضحك عليك ونازل، وصل لاكتر من نص المسافه ستوب. بص اهو، جالي هنا وانعكس، اول نقطه جبتها، مشي هنا انعكس وطلع، ما انعكس في نفس النقطه، وطلع ما انعكس في نفس النقطه، مش مديني لسه، ما فيش، عايز نقط كمان، روح جاي هنا جايب لي نقطه كمان اهي تمام. بقى عندي هنا نقطة انعكس منها، ونقطة في نفس المستوى تقريبا انعكس منها، يبقى دي منطقة دعم قوية. حلو حلو. لما دخل هنا وانعكس ونزل، وجالي هنا وانعكس، وطلع هنا وانعكس ونزل كده تمام، عمل لي منطقة مقاومة قوية. حلو الكلام. يبقى أنا أول لما ينزل لي هو هنا كده أشتري، أول لما ينزل لي عند منطقة الدعم دي كده أشتري. أنت مش عارف اللي جاي، سيبك من اللي جاي ده كله، أنت لسه مش رسمه، مش شايفه تمام. حلو. يبقى أنا أول لما يجي لي هنا أشتري، اشتريت كسبت، اشتريت كسبت. حلو حلو. ورحت لمست المنطقة وعديتها كمان، وعديتها كمان، ولما جه داخل هنا كده وقفل، أنا بعت هدفي لحد الإيه، الأولاني لحد المنطقة، آخر المنطقة، وهدفي التاني إنه يخش تاني جوه المنطقة دي اللي أنا لسه إيه، اللي هي دي اللي انا لسه معلمها ايه. فعلا. يبقى انا هنا لما وصل هو هنا كده تمام، اما انا كسبت الاوردر، وصل هنا كده وقفل، اشتريت، ما انا دخلت جوه المنطقه القديمه دي، وصلني لحد هنا. لما طلع بره كده وانعكس ودخل، انا بعت، كسبني لحد هنا، احنا على فريم المنصري تمام. لما انا عامل اوردرين، اوردر يقفله لحد هنا، واوردر اقفله لحد اول المنطقه دي. حلو الكلام. طيب ده دخل ودخل المنطقه وقفل، رحت انا بايع لاخرها كسبت، رحت انا بايع لاخرها كسبت. لما وصل لي هنا كنت عايز اشتري، كنت لسه عايز اشتري تمام، بس لسه ما حصلش انعكاس عندي فما اشتريتش. دخل هنا، دخل هنا ونزل، وراح وصل لحد المنطقه دي اهي وانعكس. لو جيت بقى مديت كده تلاقي المنطقه دي اهي، والمنطقه دي بدات يترسم لك خط. لما رجع هنا، لما بدا يرجع هنا وينعكس، يرجع هنا وينعكس، يروح هنا وينعكس، بقى عندك منطقه تانية، الخط القديم تمام اللي كان منطقه دعم اتحول لمنطقه مقاومه، بقى خط احمر اهو. فاتخلقت منطقه جديده، اتخلقت منطقه جديده تمام، ماشي فيها السعر. حلو. يخبط هنا يطلع هنا اهو، خلاص بقى، خلاص انت بقى اترسمت المنطقه الجديده اهي من اول هنا. يبقى هو اول لما وصل لك هنا وانعكس، بعت انت لحد هنا وكسبت. اما وصل لك هنا حضرتك كنت عاوز تشتري، ما قفلش هو جوه، فانت ما اشتريتش، خرج هنا حضرتك مش عارف لسه، مش فاهم، دخل لك هنا حضرتك اشتريت، دخل المنطقة بتاعتك انت، المنطقة دي لسه مش عارفها، انت المنطقة دي على المنصلي لسه مش عارفها تمام تمام. اما وصل لك هنا يا فندم اهو، اما وصل لك هنا كده، انت هو خرج من هنا تمام وطلع بره كده ماشي، احنا قلنا ان انت اكتشفته من هنا، قفلت خلاص من هنا، من هنا انت اول لما دخل هنا وانعكس بعت كسبت. هنا ما اشتريتش لانه ما قفلش جوه، فخرج بره، وجي لما دخل وقفل، حضرتك اشتريت، كسبك شويه ورجع، اشتريت تاني، كسبك شويه ورجع تمام. انت مش عارف، ضرب لك واحده، ضرب لك ستوب، لا حتى ممكن يعني ممكن ما تجيش النص، بس يا سيدي قول ضرب لك ستوب. اول ما طلع هنا اشتريت حضرتك، كسبك شويه ورجع، اشتريت حضرتك، كسبك شويه ورجع تمام، اشتريت حضرتك، كسبك شويه ورجع. انت كل ده وهدفك ان الاختراق هيكون لاعلى، ان الاختراق هيكون لاعلى تمام. خرج، لما وصل لهنا ما انعكسش، حضرتك ما اشتريتش، نزل هنا، هو نزل هنا تمام. لما نزل هنا خلاص بدأ يخلق بقى منطقة جديدة، بدأ يخلق منطقة جديدة قدام حضرتك بتظهر اهي، يعني قدام حضرتك بتظهر. تعالى بقى ايه، نمشي كده. تمام، نمشي كده. حلو. كل ما يوصل لك السعر طبعا هنا، انت شايف بقى ان هو انت جاي من هنا، انت جاي من هنا، واللي جاي ده انت مش عارفه تمام، جيت من منطقة
دخلت في منطقة تانية، وبقت كل ما تخش المنطقة دي عاوز تطلع تلمس المنطقة التانية، ولما تيجي المنطقة دي تخرج منها تطلع تبقى عايز تقابل المنطقة اللي تحت دي، تبقى عايز تقابل المنطقة اللي تحت دي. تمام. يبقى أنا مع الوقت، هو بيخلق لي مناطق، كل ما بيمر السعر مع الوقت بيخلق لي مناطق، هو اللي بيأكدها لي، هو اللي أدي نقطة أدي نقطة أدي نقطة أدي نقطة. تمام. قدرت أرسم منطقة دعم، قدرت أرسم منطقة دعم تحولت بعد كده لمنطقة مقاومة، تحولت بعد كده لمنطقة مقاومة. تمام. أهو وصل برضو انعكس، جه هنا دخل، بدأ يكون لي هنا مناطق صغيرة. يعني لما بيخش هنا، حتى لما بيجي خارج، هو طبعا انا كل ما هو زي ما انا قلت لحضرتك، كل ما هو بيجي لي تحت هنا، تمام، في المنطقه دي انا بفكر في الشراء على طول، يلف كده يخلق منطقه تحت ويرجع يخش جواها اشتري، يكسبني شويه ويرجع اشتري، يكسبني شويه ويرجع. تمام. انا هدفي ان هو طالع كده دايما باصص لاخر المنطقه، وباصص انه رايح للمنطقه الكبيره اللي هو جاي منها. انا بتكلم طبعا على فريم المنصي. يبقى هو لما ينزل هنا بشمعه ساعه، هو خلق لي منطقه على فريم مثلا الدي ب 30 شمعه، خلق لي منطقه فيها 30 شمعه على اتجاه الدي، قعدت تطلع وتنزل كام مره، فعامله لي هنا اكيد في منطقه. تمام. هنرجع طبعا ونبص على الفريمات بس عشان ما اطولش على حضرتك. تمام. فيبقى انا هنا بدات استوعب ان بالنزول القوي ده والخروج بره حدود المنطقه اللي انت محددها له من قبل كده، تمام، سابقا، هو بيرسم مناطق تانية جديده، بيرسم مناطق تانية جديده على فريمات اصغر. لكن كل ما يخش لي جوه هنا انا دايما مع الشراء، انا عارف انه عايز يطلع دايما يلمس هنا، واخش وهو يرجع يكسبني شويه ويرجع استناه، لكن انا في البيع ماليش، لان دي مناطق، دي كده انت لو تبص من التاريخ بتاعه اللي جاي، دي اقل مناطق هو وصل لها، دي مش مناطق للبيع ابدا، دي كلها مناطق للشراء وليست للبيع. تمام. فانت خلاص يعني جالي هنا وطلع انعكس، استناه يخش ويقفل اشتري معاه، وصل حقق لي يعني، وصل عملت ارباح وخسرني 50% منها، اقفل على ال 50% الباقيه، وصل لي هنا اشتري كسبني كله، وصل لي هنا ابيع كسبني، لف لي ودخل لي هنا، لكن انا من هنا ما باعش، دخل لي هنا ولف لي كده اشتري كسبني شويه ورجع، دخل تاني دخلت اشتريت كسبني شويه ورجع، لف هنا وطلع كسبني، دخلت اشتريت كسبني شويه ورجع، وهكذا. انا بتكلم بالنسبه لفريم الشهري. تمام. النهايه اللي انا عايز اوصلها لحضرتك كالتالي، ان السعر ماشي يخلق لنفسه مناطق. يبقى هو دلوقتي على بالنسبه لنا احنا بقى دلوقتي على فريم المنصري، لما نيجي نقفل ده كده ونصغر كده على الاخر، تمام، شويه حلو. يبقى انا السعر لما نزل هنا وبدا يتحرك تحت، هو بدا يخلق لي في مناطق صغيره الاول، بس انا طبعا عشان عن الفريم كبير فعايزه يخلق لي منطقه كبيره زي تقريبا نفس سمك المناطق اللي هو جاي منها، يعني نفس عرض المناطق ده نفس الفريم، فتقريبا العرض المناطق يبقى تقريبا هو عشان اقدر اقتنع ان دي منطقه ابدا اتعامل معاها. حلو حلو تمام. ايه المربعات البني الصغيره دي بقى؟ المربعات البني الصغيره دي يا فندم هوريها لحضرتك دلوقتي على فريم اليومي. تمام. ليه؟ لان انا استخدمت المربعات الصغيره البني دي عشان اقدر ارسم منها يا فندم المربعات الكبيره، مناطق العمليات الكبيره. رسمت مناطق عمليات صغيره، بدات احدد منها مناطق عمليات كبيره مع الوقت. تمام. يبقى انت هنا السعر يا فندم فين؟ اهو اهو اهو. بالله عليك لو حضرتك فهمت حاجه من الكلام اللي انا قلته قبل كده، السعر من هنا كده يا فندم رايح فين؟ عايز يروح فين؟ عايز يروح لهدفين، الهدف الاولاني هنا والهدف الثاني يلمس هنا اللي هو امتداد المنطقه دي. يبقى انا لو داخل هنا داخل اشتري على المنصري. حلو. يبقى انا لما ارجع مثلا على الويكلي كده اهو واكبر شويه اهو، يبقى انا مستني فرص ايه يا فندم؟ فرص الشراء. انا مستني فرص الشراء تنزل لي هنا اشتريك، هدف هنا وهدف جوه المنطقه دي. قسم اهدافك بقى، ما تبقاش طماع. يعني انا دلوقتي لو فتحت اوردر شراء دلوقتي، تمام، انا بقول يعني كده ايه، انا بقول ان شاء الله السوق صاعد بنسبه 90%، بنسبه 90% السوق صاعد لحد فين يا باشمهندس؟ لحد الخط الاحمر ده اهو، لو جبنا نجيب له مستوى اهو، لحد مستوى 1 اهو اهو، لحد مستوى 1.00. تمام. ده الهدف الاول. هدف تاني بقى عيش انت ورزقك، ممكن يجيبك لحد هنا، ممكن هنا، ممكن هنا، ممكن هنا، ممكن هنا، ممكن لحد هنا يجيبك. ليه؟ لان لسه في مناطق تانية جايه فوق، وهي مناطق رايحه تقابل بعضيها، وهي مناطق يا فندم رايحه تقابل بعضها. يبقى انا يا سلام لما كان هنا السعر، يا سلام يا سلام، كان يوم كام؟ يوم 25/2، يوم 25 فبراير، او بلاش يوم 11 فبراير، لما كان هنا كان بقى الناس اللي مزجت ليا بقى بتشتري،
كانت الناس اللي فاهمه بتشتري. ليه؟ لانه وصل لمنطقه اخر منطقه، ماشي، منطقه عمليات اوبريشنز اريا هو شغال فيها، وصل لاخرها خلاص مستوي طلع. طيب انا فاتتني الفرصه دلوقتي، تمام، حلو قوي، فاتتني الفرصه دلوقتي، حلو، يبقى انا استنى اول فرصه شراء تجيلي على فريم اصغر، ان شاء الله الربع ساعه، تبقى داخل في صفقه كسبانه من الناحيه دي على الفريم الكبير بنسبه 90%، وعلى فريم الربع ساعه تبقى كسبانه بنسبه 90% في اتجاهها الصحيح. يبقى انت شوف بقى 90 على 90، تمام. يبقى انا لو دخلت هنا صفقه شراء وهو انعكس عليا هنا كده، هشتري تاني طبعا. طب انعكس كمان شويه، اشتري تاني طبعا. طب انعكس تاني كمان شويه، اشتري تاني طبعا. ممكن اكون مقسم اللوت بتاعي ارباع لان الفرصه فاتتني، تمام، وهو ممكن يوصل هنا وينزل وبعد كده يوصل كده وبعد كده يروح طالع تاني، لكن الاساس بتاعه في الحركه لازم يطلع يصد يرد كده. نزوله هنا مش للبيع، نزوله هنا يا فندم مش للبيع، نزوله هنا للمراقبه. انت تنزل هنا كده اخرك فين الله اعلم، مفيش، خلاص انا جايب كل المناطق بتاعتك، انت في اوطى منطقه شفتها في حياتك، انت في اوطى منطقه شفتها في حياتك. الناس بتقول لك بيع من فوق واشتري من تحت، انا مش شايف لك تحت اكتر من كده، واللي فايتني على اللي تحت قوي ده مش كتير، يعني اللي فايتني على اللي تحت قوي ده مش كتير، ده 600 نقطه، 600 نقطه، تمام. لكن انا هدفي يا باشا لحد هنا، لكن انا هدفي لحد هنا اهو، مش طماع، انا مش طماع، انا هدفي 1320 نقطه، يعني بتكلم في الضعف. حلو، حلو الكلام. طيب ممكن نبص انا وحضرتك على 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 يبقى انا دلوقتي بفكر في الشراء، انا دلوقتي بفكر في الشراء والدخول شراء، حلو، من فريم المنصي، انا بفكر في الشراء وجاي من منطقه قويه اسفل، يعني بص ماشي لازق فين، بص بص بص، بياخد دفعه قويه، بياخد دفعه قويه للصعود، بياخد دفعه قويه للصعود لاعلى، اي نزول ليه خدعه، الصح بتاعه طالع هنا اهو، بص جه من هنا راح هنا، ماشي، جه هنا راح هنا وراح طالع تاني هنا وراح نزل هنا وراح نزل هنا على منطقه برضه هو كان بدا يخلقها من الاول بس ما كانتش واضحه، دخل هنا وضحها لي وطلع كده اهي، رجع لها كده، طلع كده، رجع كده، دخل كده، رجع كده، دخل كده، المنطقه دي على المنطقه دي، المنطقه دي، المنطقه دي، انت بتتكلم عن المناطق الكبيره، عن المناطق الكبيره. يبقى انت جاي لي هنا، انت كل بص بص اول لما جه هنا عمل ايه، طق على فوق، بس لما جه الشمعة الطويلة دي نزلت هنا طق، مش قادر، ما يقدرش يقعد هنا هو، لو دخل وقعد هنا يبقى بيخلق لي منطقة جديدة. يبقى أنا هنا ما اشتغلش بيع غير لما أشوف قدامي مناطق جديدة بتتكون تحت. فلما يطلع هو كده فوق أبدأ أبيع أنا لتحت، لكن من هنا أنا ما عنديش أي بيع، أبيع فين وأبيع لمين؟ أنا ببيع في أرخص منطقة، هو اللي هيشتري مني، عشان هو بيشتري دلوقتي لحد هنا. هو بيشتري اهداف عنده لحد هنا، يجيبها بقى كده شويه ويرجع، يجيبها كده شويه ويرجع، يجيبها كده شويه ويرجع، يخدعك كده ويروح طالع يرجع، تمام. طيب ممكن نبص على الفريم اليومي، نبص على الفريم اليومي، حلو الكلام، صغر شويه بعد اذن حضراتكم، تمام. ادي كده على الفريم اليومي يا فندم، حلو، اكيد المنطقه اللي مسيطره على الفريم اليومي دلوقتي هي المنطقه البني دي، المنطقه البني دي، حلو، دي المنطقه اللي مسيطره، حلو، اهي صد رد، صد رد بالمتوسط اهو، صد رد، صد رد، صد رد، تمام، صد رد، تمام. انت بتتكلم بقى عن ايه يا باشا؟ انت بتتكلم عن منطقه كده، انت ايه، انت شغال يا سيدي من هنا لهنا بس، شغال من هنا لهنا بس، 616 نقطه، 600 نقطه، تمام، 600 نقطه، انت هدفك، هدفك نصهم، هدفك نصهم على الفريم اليومي، حلو. يبقى انت شوف، انت لو مشتري من هنا انت حققت هدفك خلاص، انت لو مشتري من هنا اداك انعكاس اول مره طلعت شويه كسبت، وانت راجع بدا يخسرك، قفلت على 40% من الارباح، وصل لك هنا اشتريت، تمام، كسبك اهو، كسبك وراح طلع كمان بزياده لفوق، تمام اهو، حلو. فانت خلاص انت مستني حاجه من الاثنين، يا تشتري يا باشا من هنا دلوقتي، يا تستنى انت وحظك بقى يرجع هنا يا فندم تشتري، يا اما تشتري من هنا لانه ممكن ما يرجعش. طب لو انت اشتريت من هنا وهو رجع، تمام، تشتري تاني يا فندم كده، عشان هو هيطلع كده، هو طالع كده ملهوش طريق تاني يروحه يا فندم، الدولار فرانك طالع كده ملهوش طريق تاني يروحه، تمام. اي نزول لتحت خدع، شفت الاسانسير هنا لما نزل يا فندم وساب السلم، شفت لما انتحر هنا في الشمعة الطويلة دي،
وساب السلم، ايه اللي حصل له؟ على طول تك 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 في الاسانسير، راح طالع على طول. انت بتستعبط؟ احنا يابا سلم، احنا ماشيين سلم اهو، هننتحر بقى؟ تمام. عشان طبعا انا في مجموعه من الاصدقاء طبعا يعني زعلوني جدا طبعا، وقال لك سلم ايه واسانسير ايه، وطبعا السلم ده يا فندم، اهو يا فندم السلم اللي انا كنت بقول عليه، السعر نازل على السلم اهو يا فندم. يبقى دي السلم على فريم المنصري، يبقى انا السعر ده سلالم، سلالم طالعه نازله، يا اما سلالم نازله يا اما سلالم طالعه، يا اما سلمه نازله وسلمه طالعه. يعني هو هنا سلمه، نزل سلمه، وبعدين نزل سلمه، وبعدين طلع سلمه، وبعدين طلع سلمه، وبعدين نزل سلمه، وبعدين نزل سلمه، وبعدين بدا يعمل سلمه جديده، وطلع على السلمه القديمه، السلمه الجديده، السلمه القديمه، السلمه الجديده، السلمه القديمه، ما طلعهاش، ماشي. هو لسه دلوقتي سلالم اهي، حتى انت ما تبص على الصغير ده يا فندم سلالم. الاسانسيرات الاسانسيرات والانتحار مالناش فيه، سوبر مان، شغل سوبر مان ده احنا مالناش فيه. سوبر مان ده بيخسر بيه المحافظ الاستثماريه الكبيره، وبيخسر بيه بنوك، وبيخسر بيه شركات، لكن ما يخسرناش احنا، ما يخسرناش احنا. ليه؟ عشان احنا المفروض ان احنا فاهمين الديناميكيه اللي ماشي بيها السعر، عارفين ايه اتجاهه الصحيح وايه اتجاهه الخادع. انت لو جبت كده اي طفل كده، يعني لو جبت كده اي طفل وشرحت له الفكره دي كده، وسالته يا بابا من هنا كده الخط ده كده هيروح فين، هيقول لك طالع كده يا بابا. ده الفكر اللي بدون نفسية، يعني ده الفكر اللي بدون نفسية، طالع كده خلاص انتهى الكلام. أنا هنا بشتري، بستني فرص الشراء، مستني فرص الشراء. طيب ممكن نخش بعد إذنك على الأربع ساعات؟ حلو أوي، تمام، على الأربع ساعات. ممكن حضرتك تبص معايا على يعني أنا هقفل ده كده شوية. طبعا احنا في المنطقة البني بتاعت اليومي، احنا دلوقتي في المنطقة البني بتاعت اليومي، كبيرة بقى بالنسبة لليومي، تمام. بس انا عايز حضرتك تبص على حاجه جميله معايا كده في الاربع ساعات، ونرجع بيها قوي قوي شويه كده قوي. انا عايزك تجيب لي، يعني انت شايف الخط ده، شايف الشريحه دي اهو، شايف الشريحه دي، ده امتداد ليها، يعني ده المنطقه دي امتداد للمنطقه دي، المنطقه دي ليها ماضي، ليها ماضي. انا عايزك في الماضي بتاعها تجيب لي مره السعر وصل هنا، يعني سواء جاي من فوق او جاي من تحت، وما طلعش لحدها العلوي. يعني انا اهو هصغر اهو مع حضرتك، خلينا على اليومي اهي، يعني نشوفها على قد ما نقدر، بس عشان ما نتعبش كتير في سحب الشاشه. جالها من تحت طلع كم اللي فوق؟ انا الخط السفلي بتاعها اهي، الخط العلوي بتاعها اهو. انا مش بنجم يا فندم، لو سمحت انا مش بنجم. حضرتك بص، دخل لها السعر طلع لفوق، ماشي، لما نزل كده من فوق ونزل كده، ماشي، ووصل هنا وده طلع تاني وده لمسها كم اللي فوق، لما نزل هنا ودخل تاني لمسها كم لاخرها، لما نزل هنا ما حتى ما وصلش لاخرها رجع لها تاني، تمام، لما نزل هنا وخرج براها طلع لها تاني. حلو حلو، لو سمحت ركز معايا. لما وصل اهو دخل كده ونزل هنا، اما اخترقها طلع تاني، اما اخترقها طلع تاني، اما اخترقها طلع تاني، اما اخترقها ونزل طلع تاني. شايف انت الشمعة البيضة دي؟ طلع تاني، تمام. نزل بقى خرج، تمام، خرج خالص بقى، بص جاي من بره اهو، جاي من بره زي ما انا هوريك دلوقتي بالظبط. انا عايز حضرتك تركز معايا بقى دلوقتي، معلش، على المنطقه دي كده، والمنطقه دي كده، معلش انا عايز حضرتك تحملني دقايق بس، والمنطقه دي كده، ماشي اهو، ماشي، السعر جاي اهو، السعر جاي اهو، اخترقها اهو، اخترقها اهو. طيب طلع حاول يلمسها، ما قدرش، رجع ما لمسهاش. خلي بالك المغناطيس بتاعها جبار جبار، ما لمسهاش. نزل هنا ما قدرش، طلع هنا تاني، تمام، حاول، ما قدرش، نزل عاوز يلمسها، طلع هنا، بص اول ما لمسها اتشفط لاخرها على طول، اتشفط لاخرها على طول، لازم يطلع يلمس فوق، لازم يطلع يلمس فوق. حلو تمام. بص لما نزل اتشفط تاني لفوق، نزل اتشفط تاني لفوق، تمام، راح طالع فوق وراح نازل وراح اخترقها تاني ونزل، ماشي، عاوز يطلع تاني. بص اول ما طلع ولمسها اتشفط لفوق، نزل وخرج براها سنه، ارتد، اتشفط لفوق، نزل ارتد، وصل لحد هنا اتشفط لفوق، خرج منها ودخل لمسها اتشفط لفوق. انا بتكلم عن فوق في المنطقه اللبني او الزرقاء الصغيره اللي حضرتك شايفها دي، عارف بكام نقطه؟ عارف حضرتك دي بكام نقطة دي يا فندم؟ دي ب 80 نقطة يا فندم، دي ب 80 نقطة. أنا بكلمك في 80 نقطة دلوقتي،
يعني بص اهو خلاص انا مش هتكلم بقى، كل لما يخرج منها ويرجع يلمسها يتشفط، يخرج منها يلمسها يتشفط. هات لي مره خرج منها وما رجعش، يعني او مره دخل يلمسها وما اتشفطش، يعني لمسها كده ومشي ماشي اهو، خرج منها اول ما دخل اهو هنا خرج منها، اول ما دخل اتشفط، خرج منها اول ما لمس جوه اتشفط، تمام، خرج منها اول لما لمس جوه اتشفط، خرج منها اول لما لمس جوه اتشفط، تمام، بعد كده كله فوق، تمام، بعد كده كله فوق، حلو. طيب خرج منها اخترقها اهي، نفس دي اهي اللي احنا معلمينها، ونزل هنا عاوز يطلع لفوق مش قادر، يطلع هنا مش قادر، يرجع تاني، يطلع يلمسها عايز مش قادر، يرجع تاني، يطلع يلمسها عايز مش قادر، يرجع تاني، يطلع يلمسها يا دوب مش قادر خلاص. طيب طلع ولمسها جوه، يبقى انت المفروض تعمل ايه يا استاذ؟ تشتري لحد فين؟ لحد هنا اهو، ما تبقاش طماع. خلينا نقفل بس العلامات دي عشان ما تشغلناش، اهو انت مش طماع، انت اهو السعر هنا هو دلوقتي، وانا هفتح شارع مثلا، انا دلوقتي هفتح شارع، طبعا انا فاتح شارع، طبعا انا فاتح شارع طبعا، تمام. يبقى انت هنا اول ما يوصل بيك السعر كسبك 50 نقطه شكرا جزيلا على الفريم اليومي. يبقى انت فريم المنصري قال لك اشتري، وفريم الويكلي قال لك اشتري، وفريم الديلي بيقول لك اشتري. يبقى انا زي ما قلت لحضرتك، تعال بص كده على الاربع ساعات، الاربع ساعات طبعا اللي احنا اصلا كنا شغالين عليه وفتحنا على اليومي عشان نشوف المنطقه دي كويس من بعيد، اللي هي كل ما يخش لها يتشفط، فهو بيتشفط دلوقتي، هو دلوقتي يا فندم بيتشفط لحد هنا، وطبعا ممكن يزود لان هو اصلا في المنطقه البني دي، احنا قلنا ايه ان هو من هنا لهنا، وفي المنطقه الزرقاء دي اهي يا فندم احنا قلنا ان هو من هنا لهنا، يبقى في المنطقه البني هو من هنا لهنا، وفي المنطقه الزرقاء الكبيره هو من هنا لهنا، وفي المنطقه بتاعت الاربع ساعات تمام هو من هنا لهنا وبعدين لهنا وبعدين يطلع في المنطقه الزرقاء الكبيره، تمام. يبقى اي شراء انا راكب فيه البيع هخش فيه برضه، بس بالراحه، بس بالراحه، لان الانفراجه الاعلى، الانفراجه الاعلى بقوه، والرهان على الشراء، صانع السوق بيجمع مشترين دلوقتي، تمام، بيجمع مشترين، كل النزلات دي تلبيس في الحيط، ينزل كده تبيع حضرتك يروح راجع اهو، اشتري منك وروح طالع، تمام، حلو. طيب ممكن اوري حضرتك حاجه جميله على فريم الساعه بقى، عشان ايه انهي الفيديو مع حضرتك، ومش هنبقى ومش هيبقى فيه طبعا غير يعني ان انا ابقى منتظر استفسارات حضراتكم على اللي هو تحديد منطقه العمليات على كل الفريمات، يعني تحديد مناطق العمليات على كل الفريمات. وشفت حضرتك ان انا عشان اعرف اشتغل دلوقتي لازم اجيب من اول يوم اتخلق فيه الزوج، تمام، حلو. تعال بص يا فندم على الساعه، وانا عايز حضرتك تعذرني شويه لاني بصغر الشرط على الاخر طبعا، ما بعرفش اشتغل كده عشان اقدر افهم حضرتك، تمام، وعلى الالوان برضو لو كانت مرهقه شويه للعين حاولت ان انا اختار يعني انسب الوان تكون مريحه شويه للعين. حلو كده الكلام. طيب ادي فريم الساعه، السعر ماشي ما شاء الله، عمال يعمل ايه؟ سلالم اهو، سلالم سلالم، يطلع تك تك تك. لما وصل هنا انا كنت فاكر ان هو رايح فين، رايح هنا، تمام، حلو، خدعني، طلع لفوق، رسم منطقه، اول ما رسم منطقه جديده وانا قدرت احددها كنت عارف انه راجع فين، راجع هنا، وراح نزل وصل المنطقة هنا. أنا لو أنت مديت دي كده فأنت كنت عارف إنه راجع هنا، تمام، وهو خارج من أنت من هنا يجي لك هنا تشتري بقلب جامد لأنك عارف إنه راجع يلمس هنا، تمام، كسبت. لما جالك هنا بعت بالراحة، كسبت. لما جالك هنا اشتريت بقلب جامد، كسبت. أه، فوصلك لحد هنا عشان مشتري بقلب جامد، حلو حلو. دخل هنا، دخل لك في نفس المنطقة، فكل ما يجي لك هنا تشتري، يوصل هنا تبيع، يوصل هنا تشتري، يوصل هنا تبيع، ما هي نفس المنطقة. أنت لو مديتها هي يا سيدي، مش عاوز أنا اللي فوق ده، يعني انا كفايه عليا دول، يعني كفايه عليا دول اللي انا محددهم بقى اوريدي اصلا، اهي نقطه اتنين، نقطه اتنين خلاص محدد عليهم دعم ومقاومه، خلاص اهو انسى ده. يا رب تكون حضرتك فهمت الطريقه معايا، انا بحاول ان انا ارسم بالطريقه المبسطه اللي هي تفهم حضرتك انا بفكر ازاي، تمام. يبقى هو لما كان خارج من هنا انا مشتري بقلب جامد لانه عارف انه داخل المنطقه دي، طيب دخل المنطقه دي وقفل مشتري، كسبت. وصل هنا بعت، كسبت. وصل هنا اشتريت، كسبت. وصل هنا بعت، بس انا ببيع بقلب جامد عشان اعرف انه هينزل يلمس المنطقه دي، تمام، اشتريت بالراحه، كسبت. اوصل هنا وقلب ودخل بعت، كسبت بقلب جامد بقى عشان انا عارف انه نازل يلمس هنا، دخل لمس هنا، بس خلق لنفسه منطقه جديده حددتها، انا عارف ان هو لما يوصل لتحت اشتري، دخلت اشتريت اهو يا سيدي من هنا، دخلت اشتريت كسبت. وصل لحد هنا وانعكس وخرج بعت، كسبت. دخل لحد هنا وانعكس اشتريت بقلب جامد لانه عارف انه طالع يقابل المنطقه دي، اشتريت كسبت بقلب جامد. اول لما طلع هنا وقفل فوق انا ماليش فيه بقى، انت بتخلق منطقه جديده، بس انا ليا فيه
بس انا ليا فيه على الاربع ساعات، انا عارف انك مكمل كده، وليا فيه على اليومي لاني عارف انك مكمل لحد هنا، وليا فيه على الويكلي لانك عارف انك ممكن توصل لحد المنطقة دي، وممكن توصل لحد المنطقة دي. هيستوري بتاعك كله عندي، اتجاهك لفوق، فوق تحت فوق تحت فوق تحت. لو نزلت تحت هنا وعملت لي منطقة نبدأ نعمل بقى فيديو جديد خالص، لكن انت دلوقتي لفوق، طالع لفوق، تمام؟ فأرجو ان حضراتكم تكونوا استوعبتوا الفكرة معايا في طريقة رسم مناطق العمليات او الاوبريشنز اريا، وعرفتوا هي ايه الجامب، وعرفت ان السعر بيبقى خارج من منطقة عمليات، بيبقى خارج في اتجاه دايما لمنطقة العمليات اللي هو جاي منها. ان شاء الله الفيديو القادم باذن الله هنتكلم بالظبط عن طريقه الدخول بقى في الصفقات، وطريقه التنفيذ، والاهداف، والستوب لوز على كل الفريمات. ان شاء الله هتكون محاضره دسمه وهيكون فيديو دسم. انا بعتذر لحضراتكم جدا على الاطاله، اتمنى ان انا اكون افدت حضراتكم، وبعتذر على التاخير تاني مره. ان شاء الله الفيديو القادم في نفس الموعد باذن الله، الجزء الثاني من الاوبريشنز اريا. وشكرا جزيلا، كان معكم مهندس مصطفى عافيه، شركه اف اكس اي جي لتداول العملات والسلع والاسهم والمؤشرات واداره الحسابات والمحافظ الاستثماريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.